السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة إن شاء الله غادي نحاولوا نصحوا التمرين الثالث من درس الأعداد الجذرية الجداء والخارج لي نومب غاسيونيل برودوي إيكوسيون للسنة الثانية إعدادية عربية أو فرنسية. إذا بالنسبة للنص ديال التمرين المطلوب هو أننا نحسبه ونختزلو إذا كان ممكن كالكوليون سو أمبليفيون سي بوسيبل، وعندنا مجموعة من الأعداد هنايا. بطبيعة الحال عندنا فقط عملية الضرب أو عمليات القسم. إذا نبدأ بالعملية الأولى، عندنا جوج على ثلاثة، يعني غادي نضربوها في 19 على 3. دونك هنا بالنسبة للضرب كتعرفوا في الضرب تندير البسط في البسط، المقام في المقام، ما كنتسوقش نهائيا واش عندهم نفس المقام ولا لا، ماشي بحال الجمع والطرح. صافي، بالنسبة للضرب تندير البسط في البسط، المقام في المقام. إذا غادي ندير جوج ضرب 19، 3 ضرب 3، ماشي غادي نحتفظ بثلاثة، هنا ما كنحتفظوش بثلاثة بالنسبة للضرب. إذا جوج ضرب 19، كنفكر واش كاين شي حاجة متختزل، ما كاين متختزل، كنحسب. إذا جوج ضرب 19 هي 36، 3 ضرب 3 هي 9. إذا هذا بالنسبة للعملية الأولى. غادي نمشيو أيضا للعملية الثانية، عندنا 11 على 3 غادي نضربها في ناقص 15 على 22. إذا كذلك نفس الشيء، عندنا عملية ديال الضرب، كندير البسط في البسط، المقام في المقام. غير هنا إلى تنشوف إمكانية نختزل، يستحسن أنني نختزل عاد نحسب. صافي، مزيان أنك تختزل قبل عاد تحسب. إذا هنا كنشوف 11 مع 22، عندنا قاسم مشترك اللي هو 11 مع 22، راه هي 11 ضرب 2، كذلك هاد 15 مع 3. إذا غادي نحاولو نفكو هاد الأعداد هادو. إذا هاد 11 غادي تبقى كما هي. بالنسبة ناقص 15 هي 3 ضرب ناقص 5 باش نختزل مع 3. بالنسبة ل22 كما قلنا 11 ضرب 2، إذا غادي نختزل ب 11 وغادي نختزل ب 3، شنو غيبقى ليا؟ ناقص 5 على 2. فقط كملاحظة، دائما ما خصنيش ننسى هاد الناقص، دونك هاد العدد كامل عندي غير واحد ناقص، يعني غيكون عدد سالب نيجاتيف. تا هذا خاص يكون سالب، تا هذا خاص يكون سالب، تا هذا خاص يكون سالب. دونك هنا عندي واحد ناقص، هنا كذلك واحد ناقص، ناقص ناقص. مزيان، نمروا للمثال الثالث. عندي ناقص 4، غادي نضربها في ناقص 21 على 5. دونك هاد ناقص 4 راه بحال الا عندي ناقص 4 على 1، الا بغينا نكتبوها سو فورم ديون اكريتور فراكسيونير، يعني غادي ندير ناقص 4 على 1، بمعنى ناقص 4 راه غادي نضربها غير في ناقص 21، ولتحت والمقام ديناميناتور راه يكون 5. اذا بالنسبه للاشارات، عندي ناقص مع ناقص راه تعطينا زائد، وبالنسبه 4 الا ضربناها في 21 غادي تعطينا 84، و 84 غنقسموها على 5 لان في هذا المثال ما كاين ما يتختزل. مزيان، دونك شنو غادي نستافد من هذا المثال؟ هاد ناقص 4 الى مكتوباش كتابه كسريه فهي راه كاينه في البسط، هي راه كاينه الفوق. صافي، يعني غادي نضربها فقط في هذا. وكذلك نردو البال للاشارات، دونك الى عندي جوج يعني في الاخر غيعطينا واحد العدد اللي هو موجب، عندي غير وحده في الاخر دائما غادي تبقى هذيك وحده، يعني غيكون عدد فردي. اذا هذا بالنسبه الضرب، هادشي اللي شفنا في هاد الأمثلة الثلاث. دابا غادي نمشيو ونشوفو عملية القسم، وناخدو هاد المثال الأول. عندنا 11 على 9، غادي نقسمها على 5 على 18. كتعرفو إلا عندنا القسمة، أول حاجة كندير هي كنقلبها للضرب، ولكن بشرط، لأن في الرياضيات ما كاينش شي حاجة ديال بين قوسين ديال فابور. هاد القسمة كنقلبها ولكن بشرط، شنو هو هاد الشرط؟ هذا هاد 5 على 18 خاصني ندير ليها المقلوب لانفيرس. إذا غادي ندير 11 على 9، هذا ما غاديش يتبدل، لأن هاد 11 على 9 هي اللي قسمنا على 5 على 18. إذا هاد 11 على 9 غادي تبقى كما هي. قلنا القسمة كنقلبها للضرب ولكن بشرط، شنو هو الشرط؟ هاد العامل الثاني دوزيام فيكتور غادي نديرو فيه المقلوب ديالي. صافي، غتولي 18 على 5. ومن بعد ديك الساعات فاش تيكون عندنا الضرب، راه شفنا اش تنديرو قبيله، تندير البسط في البسط، المقام في المقام. اذا غادي ندير 11 ضرب 18، ولتحت غادي ندير 9 ضرب 5. الو كتلاحظوا عاوتاني 18 مع 9 كاين امكانيه نختزلوها، 18 هي 2 ضرب 9، اذا غادي نختزل ب 9، غتبقى لي 11 ضرب 2 على 5 اللي هي 22 على 5. مزيان،
إذا هذا بالنسبة للمثال الأول في القسمة. نمشيو للمثال الثاني دائما في القسمة. كتعرفوا في القسمة وين نكتبوا هذه الكتابة هذه، يعني نديروا هذا الرمز قسمة، أو نديروها بهذا الشكل هذا، يعني نديروا هذا العدد مقسوم على هذا العدد هذا، راه نفس الشيء. إذا قلنا هذا العدد الأول كيبقى كما هو بالنسبة لهذه القسمة، كنقلبها للضرب. وبالنسبة لهذا العدد الثاني 3 على 2 غادي ندير ليه المقلوب ديالو، يعني 2 على 3. ومن بعد ديك الساعات كنضرب، يعني كندير العملية ديال الضرب عادي، يعني غادي ندير 4 ضرب 2 في البسط و 5 ضرب 3 في المقام، غير هو ما نساش هاد ناقص هادي، صافي. إذا غتعطينا ناقص 4 ضرب 2 على 5 ضرب 3، هاد ناقص 4 صور نعطيوها ل4 ولا نعطيوها ل5، الأساسي هو هاد العدد كامل عدد سالب، وغيبقى دائما عدد سالب. إذا ناقص 4 ضرب 2 هي ناقص 8، و 5 ضرب 3 هي 15. مزيان، نمرو للمثال الموالي. إذا بالنسبة للمثال الموالي عندنا ناقص 2 على 3 على 4، وفي هذا المثال الأخير عندنا تقريبا نفسه، غير هنا شنو هو الفرق بين هذا وهذا؟ هنا إلا بغينا نسميه هذا الكسر، هذا هو الكسر الكبير، وفوق منه كاين غير ناقص 2، تحت منه كاين 3 على 4. هنا هذا الكسر الكبير فوق منه ناقص 2 على 3، وتحت منه غير 4. غادي نشوفوا واش بحال بحال ولا لا. لو قلنا هذا هو الكسر الكبير اللي غنسموه مثلا الكسر الكبير، اللي قدامه غادي نديرو تساوي. اذا هذا اللي فوق منه غادي يتكتب كما هو، واللي تحت منه غادي ندير ليه المقلوب ديالو. مزيان، اذا غادي ندير ناقص 2 ضرب المقلوب ديال 3 على 4. شنو هي المقلوب ديال 3 على 4؟ هو 4 على 3. ومن بعد ديك الساعات غادي ندير ناقص 2 غادي نضربها في 4 ونقسم كلشي على 3، لان قلنا ناقص 2 راه كاينه في البسط، صافي. راه بحال هادي ناقص 2 على 1، دونك ناقص 2 ضرب 4 شحال كتساوي؟ ناقص 8. ناقص 8 على 3. مزيان، قلنا اللي الفوق تيبقى كما هو، واللي لتحت كنديرو ليه المقلوب. في هاد الحال الا خدينا هاد القسمة وقلبناها للضرب، ومن بعد راه كنحسب. هذا بالنسبة لهذا المثال. دابا غادي نشوفو هاد المثال هذا اللي تقريبا درنا فيه نفس الأرقام اللي درنا هنايا، ولكن واش غادي تعطينا نفس النتيجة ولا لا؟ غادي نشوفو. إذا اللي الفوق الكسر هذا هو الكسر الكبير، شتي؟ بما هنا غادي نشوفو الفرق بين إلا درنا تساوي هنا، وإلا درنا تساوي قدام هذا، راه كاين فرق شاسع غادي نشوفوه. ألوغ مثلا هذا قلنا هو اللي غادي نقسمو على 4، إذا هذا كاين فوق داير هذا الكسر هذا، إذا هذا مغاديش يتغير، غادي نديرو ناقص 2 على 3، نديرو هنا. وبالنسبة لهاد 4 اللي تحت غادي ندير ليها مقلوب ديالها، شتي؟ اللي الفوق تيبقى كما هو، واللي لتحت كندير ليه المقلوب، كذلك هنا، اللي الفوق تيبقى كما هو، واللي لتحت كندير ليه المقلوب، والمقلوب ديال 4 هو 1 على 4، لأن هاد 4 هي 4 على 1، والمقلوب ديال 4 على 1 هو 4 1 على 4. إذا من بعد غادي نحسب، وهنا راه كاين عاود تاني إمكانية نختزل. إذا ناقص 2 ضرب 1، 3 ضرب 4، غادي تعطينا شحال؟ غتعطينا ناقص 1 على 6. علاش ناقص 1 على 6؟ لأن 1 2 مع 2 مشات، 4 راه فيها 2 ضرب 2، دونك 1 2 غادي تمشي، غتبقى لنا 1 2، 2 إلا ضربتيها في 3 هي 6، ديك 2 اللي بقات إلا ضربتيها في 3 غادي تعطيك 6، وهاد ناقص عطيناها لواحد، لأن هذا راه عدد سالب، حتى هذا غيكون عدد سالب. نشوفو دابا النتيجة ديال هذا والنتيجة ديال هذا، شتي؟ راه ماشي بحال بحال، ناقص 1 على 6 راه ماشي هي ناقص 8 على 3. وهاد المثال علاش عطيتكم هاد المثال هذا؟ كاين اللي تينسى و تيدير مثلا هاد التساوي بدل ما يديرها قدام هذا تيديرها قدام هاد الكسر، وراه ماشي بحال بحال، دونك خاصنا نردو البال لهاد الأمور هادي. مزيان، دونك هذا كان التصحيح ديال هاد التمرين، وكالعادة يعني غادي نعطيكم واحد السؤال ديال هاد الحصة هادي، غادي تحاولوا تحسبوا وتختزلوا هاد العدد هذا، صافي. عندنا 2 على 3 ناقص 3 على 2، هذا في البسط، في المقام عندنا 3 على 2 زائد 2 على 3. إذا غادي تحاولوا كفقط مساعدة، عندنا الطرح، إذا غادي نحاولوا نوحدوا المقام ثم نحسب
هنا كذلك فاش يكون عندنا الجامد خصنا واحد المقام على الساد، ومن بعد ديك الساد فاش يكون عندك واحد العدد هنا ويكون عندك واحد العدد هنا غادي تخلص من هاد القسمة وغادي تردها للدار بطبيعة الحال. هذا اللي غيكون لتحت غنديرو ليه المقلوب ديالو وغادي تحسب، وبطبيعة الحال داكشي اللي غيتلقاه وغادي تحاولو ديرو في التعليق أسفل باش نشوف واش ضبطين هاد الدرس هذا ولا لا. غير ذلك أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.